الرئيسيه. اظن انت كده جاهزه بقى ومفيش حاجه عايز غنى. عايزك تصحصحي معايا بقى. ها اوعي تنامي. انا تليفون ولا هتردي؟ كاننا عايزين ولا اقول لك كاننا متنا. متنا ايه؟ لا لا رد على التليفون اللي يكون حاجه مهمه. رد. الو مين؟ حازم عاوز ايه؟ عزفت. اتفضلي يا ست، اديني غيرت له الكالون جاري في التليفون. نعم بتقول مين؟ مسيوني؟ هبط عليه متلبس في قضية دعارة؟ الله يخرب بيتك، ده انت غبي 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 غبي. فوزية يا حبيبتي. نعم يا حبيبي. انت طالق. نعم يا فندم، سعادتك متحفظ عليه. اتفضل يا فندم. هو فين؟ رغم انه دفعتي يا فندم سعادتك، وانت عارف ان الدفعه بتحن، لكن الواجب يحتم عليا يا فندم. هو فين يا فندم؟ البدله البيضاء هتفضل طهره طول ما سعادتك في الخدمه. هو فين؟ هو مين يا فندم سعادتك؟ نعم يا فندم، بسيوني بسيوني جوه يا فندم. اتفضل. البدله البيضاء كانت هتتلوث يا فندم ولحقتها. اتفضل يا باشا، اتصرف معاه بنفسك سعادتك. هو فين؟ انت هو فين؟ كنت متحفظ عليه هنا يا فندم. متحفظ عليه فين يا عبقري؟ في الاوضه دي؟ اوضه في الدور الارضي سقفها واطي، ليها شباك متر في متر على الشارع، ستايرها حمراء. هو انا مهندس ديكور يا فندم. انت ما تنفعش سمكري سيارات. ما انا قلت لسعادتك يا فندم نقل من الاداب دي. انا ماليش في الاداب يا فندم، مش بعيد اجي ملفوف بملايه انا كمان. يا فندي افهم، زميلك كان في مهمه رسميه. ايه وانت بوصي المهمه دي؟ ابقى قابلني لو امك بعد عيالك، محدش في الوزاره ياخد خبر بالحكايه دي. يا فندم انقلني المطافي. مطافي؟ ده انت تبوس ايدك لو وقفوك على مدفع رمضان. ما يجراش حاجه يا فندم، المهم ما بقاش في الشغلانه دي بالذات. انا تاكدت دلوقتي ان الغباء في العيله عندكم بالوراثه. يا فندم انت بالعيله دخلها ايه؟ يا فندم انا كنت رايح اكتشف المكان، معرفش ان في دعاره. وبعدين انا كان بيتهيألي ان الراجل الكبير يعني اللي بيديهم المخدرات هناك. بيتهيألك؟ حضرتك شغال في مباحث تهيؤات يا فندم؟ بسبب اللي انت عملته ده انا اضطريت اكشف كل اسرار المهمه للزفت اللي اسمه حازم. ايه اخر اخبار المهمه؟ معلوماتنا بتؤكد يا فندم ان الشله بتتردد على مكان اصحابه بيتاجروا في المخدرات. المكان ده عوامه وكله موجود هنا يا فندم في التقرير لسعادتك. في ايه تاني؟ مصادرنا بتؤكد ان اداره الجامعه بتطلع رحلات في اوقات غريبه جدا من السنه، وجاري الاستعلام عنها يا فندم، وبرده كله مع حضرتك هنا في التقرير. من غير التقرير ده اقبض على كل مصادرنا. نعم. قصدي اطلع معاهم بالرحله هالظابط، وشوف ايه اللي بيحصل، ووفيني بتقارير كافيه عن كل واحد في الرحله دي. تابعني اول باول.